نقول وليت نوقع قبيل الاستعفاء دوز مع سيدي كنت خدام عند العواش بس كان خدمي لا لا قلت لك لو انت ما عمرا سبعة هذه بيسة اللي يخدم بها يا عمرا ولدها زعم الله يعطينا وجهك صدنا رد دابا تينا كان هذا سبحان الله العظيم فيما مشينا شي مناسبة أو شي موطع كيقول بأنه فني ونغزه حق الله عليك جمالتنا مزيون بيني وبينك مزيون عليك فقط شي أنا وياك خايبين مرة إيوا صار واحد الله راسو مرحبا عمري ما شفت شي واحد مزيون عنده هنا مسطاج ما فهمتش هاد الزينة هذا منين جا منظر اللي ما كاعش منين جا الخاوة لحبش اللي تلعبية أنا بغيت نجبد لك ديك الراس شوف قداش تبارك الله راسك ما جيش كيل وتينا راسك في منين قالوها اخي والله قالوها الكبير ما فكر كاع خاوي قالوها الصغير ما بيستاج مفتاح منظر كنحبلش يا عرفتي ما خاطر ما تخرجش بهذا العيد الكبير قالت ما تخرجش انا احتاجك جاوا ما خرجش يصب فوق راسه بهاي الدورة أنا فين عجبوني هاد اليومين عيطت لجمال كان في الجامع قلت له جمال ألو جمال فين تينا صاحبي فين وصلتي قال لي تحياتي هذا في الصلاة هاي مسخك تا هو درت عليه العصر في الرياض تاع شي غش في الرش بدا كيصلي ويدز واحد البنت عجبها المنظر قالت هادو هما الرجال قال له عاد اختي صايم قطع الصلاة ماشي طالبون هذا شوف جمال هذا راه جو عائلي ومن بعد هذه 21 عام تقريبا ولا 22 المهم في البدايه ديال هاد الجوبياسات البدايات المشوار جمال ونور الدين اول مره جمال في حياته عايش بلا فيسي زعما سيري كنتي شايفه طيب انا شوفه في التلفاز اش بصطع المهم دخلنا لواحد السونت في فاكونس هنا في مالاباطا جمال يلاه الدرجه الاخرانيه حيت كتسالي الدروس كيبان لك لا فيزي ديريكت يلاه وصلت الدرجه الاخرى شلط شاف لا فيزي ويقول لي سبحان الله شوف البحر قداش هو فين لون دو بحر شنو نعمل له؟ قلت له جامع قولها بشويه معنا الضياف معنا الناس برانيين الناس بحال شي بينا جامع قولها غير في نفسك قولها غير في نفسك لا ماشي هنايا ماشي هنا في الساعة لا في الساعة ولا في الساعة نعشيطة حتى هو يتفرج قلت له جامع نعشيطة قولها في نفسك يا صاحبي قولها في نفسك غتحشم بينا قلت له يلا جامع دابا فرجنا يلا شي صرتو مدخن قال لي بلاتي مع كان لابس واحد الشورت في هذيك الورطات ملي كيدخل في الماء ديك الشورت كيتنفخ حيت الشورت ديالو هو اللي خديني قال لي جابتوني مرات عام من هولندا فهمتي انا كان كيلبس ديك القمايش شحال هذيك كل يوم ماشي كامل بلاريا هذيك فرفارة هذيك صاحبي قلت له جامع يلا صاحبي شي صرتو فرجنا قال لي بلاتي اشي ما فرجنا صاحبي يلا متعنا بلاتي قلت له الله يرحم يمك شنو كتسنى قال لي تدي موجة شكون موجه على بيسينا جامد حق مع راسو كبير كيضرب في السلطه جا 4 موجه صدقة عملنا مسابقه ديال السلطه مشى كاين ثلاثه بما فيهم نور الدين المهم ضرب سلطه الاولاني طلع يشوفوا احسن سلطه طلع كيعرج اش كاين قال له شوف ردني الديبه لا طيب عطبني الديبه نور الدين وثاني ماشي نور الدين نور الدين هو الثالث نور الدين خرجوا لك الطبيب شلح طلع كيعرج اش كاين عطبني الديبه نور الدين ما في معه وجا كيجي يطلع رجع قال له اش كاين قالوا الديبة فتحة فما زين أحمر تيبة هيدا جمال أخال هاد اليومين يصبح ما عنده صفرانك درهم واحد ما عندوش مشى لواحد من المانا وما خايب الفطور قال ديك مول من المانا السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا شحال كاين من ديك الطرد الكيك قالوا الطرد الكيك كيعمل درهم قالوا ديك الفتاوس قالوا فتاوس بطل قالوا فتت لي خمسة طروفات حتى هو مشى بالبانا قالوا شي كاس ديال اللبن عافاك يلا بدا كيشرب كاس ديال اللبن ويجي حق الطاقه قالت له مياو كاين هذه ياك ديجا واخا حصه الخاسيتو كيقول طالع الباطو علينا ويعطي مح يماك مزيان تبارك الله كتغني بالقران مزيان تبارك الله يماك كتوش تبارك الله قال لك يغني بالقران قالت شنو القران قال طالع الباطو علينا ماشي القران هذا قالت له راه امداح خاطرك بالله وبدا كيتم كاين 5 سنين ولا كان صافي بها عيب اصلا هذا جمال يوم شفتك بحال صفار بحال مخلوع ياك لاباس صاحب معاك ما شي صفار هذه في زعما مخلوع حق الله خلع الله البارح بيت فايض مع العواول ايوا شنو فيها صاحبي تقصر مع ولادك شنو فيها؟ اش من قصه المراتين مراتين؟ اه باش مراتي؟ فيهم بو حمرا شنو فيهم؟ بو حمرا شنو فيهم؟ بو حمرا
الله يسلم لي مريض دابا انا نقول لك واحد الرجل كضحك وحمرو قديم كيفاش قديم واش باقي صافي اصاحبي كي مرض شي واحد بوحمرو حنا في 2014 شريف هذا ما كاين غير اتوان انوان انوان اتوان ها السيفيليس عمرك سمعتي سي بوحمرو لا ها اليباتيت اليباتيت بيليباتيت ما تعرفو كماركه فيتامين كل واحد فينا سبحان الله باش مريض واللي ما مريضش واخا تشبر فيه غير الروح والمرض فيه وفيه كاين المرض اللي عنده الدواء وكاين الدواء اللي عنده مرض لا بغيت نقول كاين اللي مريض وكاين اللي مريض جمال هذا مريض ماشي فهذا مريض جينا نطلعوا على الراجل اش عرفتش نطلع على الراجل طلعوا الراجل يديك خاوي الله يسخن كاين اللي مريض الله يشافيه وكاين اللي مريض الله يعفو عليه اللي في بوحمر الله يشافيه اللي في المعدة الله يشافيه اللي في بصارة الله يشافيه اللي في السكر الله يشافيه شوفوا المريض ويعفو عليه اللي مريض الله يعفو عليه اه